كيسات كيسات رجع عادي ابو ما نادي لا ان شاء الله يبقى. ان شاء الله لا غير كرجي اللي معونا ابوي ما نادي انا ولكي وحائري دمشق كنا اوغي وا دنت دحي مكرو إلهي إنه يسوع اليو ويسوع بدبادي أو بي نوليها ولا جي يابا تعسينا ما تيجي هاي نما أدوجة تي أو لين على الكل ليك تي واك صبر لكن نما ندوجن سيدا أك صبر له وا وا أدقتها مددي بربركا تلكا تتكي أياك الحيامي والدين بدن أيا عرورته ذا كوا يي قربها تلك ليبيا وحو كم يدي هاي مالها لجوا يي دنيرو أدو فر بدن أو حلي جاسي وتريبسي قيبا كميدا ودمدا ريري ربع دوان دلك ليبيا وحالوغو سو بدبادييي دانيارا آد أفرا بادن او غعانتو اوغو جيري مكافيال مدى آد أبادن قاركود ايا شان اي تمن سنو غعانتو حاي اوغو جيرين مكافياشا والدين تقاركود ايا وحاي شاشدها كاركين عرورتو دا وحاكو سوغان نحاي غوريغا ميد كميدا ريراها ويل دانيارا آه اولا شيغا انو كميدي هاي دادكي لغا سو بدبادييي magafaha oo ciidamada Liibiya ay ka soo badbaadiyeen waxaan idin soo gudbin doonaa sheeko ku saabsan wiilkaasi dhalinyarada qoyskiisa iyo sidoo kale muddadii ay la aayeen iyo isbedelkii nololeed iyo heerarkii kala duwanaa oo reerku uu soo maray laga soo bilaabo in reerku uu ka samray wiilkaasi oo keeri ay ku tiriyeen iyo in xaaskii uu qabay ay iska fasaqday kadibna nin kale ay guursatay gaarka maqan curadkiisa way محمد عبد الرشيد وحول المانا يا أبيهز وشان يتمسن كهر إساق وشان سنجرع لغو شاقي جيري أو هاتن أوكو أركي شاشدها سوير كقف لابدين يا إنو يهي أبيهز ولغو مقا عبوه عبد الرشيد عبد الله علي وكو مقا ديرا عبد الرشيد علو علي عدو كاسي أو إساق إيو دلن يربطن إذا مدى الليبيا يكسو بدباديان مقفيال من حيالة وشان يتمسن وقعانتكو هايي أبي أود مسي شان سنة أنا جاي أود مسي شان يتمان سنة مقنعة شان يتمان سنة مقنعة هذا اللي حاري جينا أنا أبي هين دانا أريد أقول أنا كسفري أسرها يو أبا كل أركي مسي ورد تيا أسرها هذا اللي حاركي رجع أسويشت ده اللي ملك سودي ده اللي ملك صوف الصحي أبي نحاي وحاي بدل اللي بيا أنقلا وصورها يو كل وحاس لهي أبها ليبيا قلها وسلا أما بدلك سعودي هذا نحاس ليبيا ضد كاسو كجا صدق كل وقف وضوء إنه كجوا الغيابة كل هذا نحارك أبها سبر وعيد هذا نارك أنا أسلها يا أبها سبر كي واكنا أريد يفرح سو أدرى مكان سفر كاس سفر حد رامي أنا هاي هبين كاس أن أن هدين كل سهول دون تا سأوكين كرتا أنت كلا دون تا واكنا أبها قفل بقى أنت السنة الوحيدة أباها واكنا أباها واكنا أباها واكنا أديك نقول أول نمو خصوصا ها نلدى أنا فوق الصفحة ها إيدا خصوصا ماذا هو نعم استجي الكيسات كيسات رجع عيدو أبوك وما نعدو لا إن شاء الله يبقى إن شاء الله لا غير كرجي اللي معونا أبوي ما نعرف سمري بقاب مش معلومة أبوي ما نعرف الحمد لله دنا هلا أيدي أسول مسي قبل ما رجع دنا أبين اللي دنا قويسس بدن أي أمر قرى كسو برارو عرورتي أي دلين أو شان يتمسن كدبة أي أركان موقالوه أي كجران يغا أو آد أدرو فيسان قار أيا تعسيدو دي هريب الله ديجي عبد الرشيد حاس كي أوقبيه أيا إسكفاسق دي مركي لغوة نوليو جيري وحانا يابورتي نول عصوبة أو وحا يقرشتين ننكلا رير كيسا كما أي سر رجد ديجين إن مالين أون أي أركان ويلكو دا أو مركي يغدن بيسي أشيغي إن أو كقرين يهي دوني سي أو غدبو بدا من ترين يانكا أو أي كوهبتين داني ربضان أو رجاك قبيه إن أي غدبان wadamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dalkooda kaga tageen isbeddel badan ayaa ka muuqda dhalinyaradan maadaama dadu ay tahay mid aan hakad lahayn daruuftuna ay u sii dheertahay hooyo Aamina Cabdu Axmed waa hooyada dhashay Cabdi Rashiid oo hadda ah awoowe caruurtii Soomaaliya uu kaga tagay ay caruur sii dhaleen isaga oo ka tagay 4 caruur oo mid kamid ah oo ahayd gabar ay ku geeriyootay madfac ku habsadeen hooyo Aamino
iyada oo dhabta ku haysata Faadumo Maxamed Cabdirashiid oo wiilkeeda awow u yahay ay inooga warantay xilligii ugu dambeeyay wiilkeeda ilaa maanta la joogo oo la tusay sawir uu ka dhex muuqanayo nin u eeg wiilkeeda. Dowladda federaalka ayay ka dalbatay in dowladda Liibiya ay kala hadasho soo celinta dhalinyaradan. Wuxuu iga maqan yahay 15 sano. Waqtigii ugu dambeeyay wuxuu yiri hooyo Liibiyaan doonaan raacuu hayna cawada waa buxuu hayna hooyo maca salaamu. Waayihii maca salaamu meel nabada Allah ku geeyaan aa igu war dambeeyay. Kabacdina waxaa la yiri doonta Cabdirashiid raacay waa quusta baday gashaba. ayay doontaas waxnaba ka fiiginba saddex doomood oo isdaba joogtayna ahaayeen saddex doomood isdaba joogta doonta Cabdirashiid waa quusta mid dada ku guftay mid sigaar lagu cabay mid sida hebloba la yeelay saad leeyay wallahi wax talaaba oon qaaday oon alla tuug ahayn oon iigu duceeyay dugsiyada aan irin maahane wax tacsiya dhigta xataa kuma jirin anigu wiilkayga waxaan iri dhimasho kuma ogey waa dhinta dhihi ma karo ilaahay inuu ii soo celiyo ii soo badbaadiyo ooba ii nool yahay waa laga yaabaa tacsiyana ma dhigahayi tacsiyana ma dhiganin yaa dadka ehelka iyo qaraabada ahna badana waxay cindiqaadsan yihiin Cabdirashiid ma dhimane ee haddaw nool yahay ilaahay waa ii soo aruuri karaa haddaw dhintana jannada allah ka waraabiyo dadow iiga tegee dadkiisana allah ii barakeen gabirta uu qabay waa hala fasaqaa la yiri anigu fasaq ma qaane wixii wax fasaqaa yahay fasaqaanaan iri waa guursatay wiilay dhashay waa furiyay wadaadkii haddana wiil kale qaadatay aabaheeda Yurub geeyay hadda Yurub ay jirtaa sawirkan la helay xataa hadda waa loo tuuray nacam usuga waa Cabdullaahi yow aabaha waa heshay jir waa kan ninkaan Cabdullaahi yow aabaha waa heshay nacam usuga waaye aabaha waa heshay Cabdullaahi oo tahay Yurub ay jirtaa sawirka loo tuuray waa gabartaas waa ka tashatay alxamdulillah wallahi igaarkayga inuu ii soo noqdo nolol wanaagsan iigu noolaado waa jecelahay ilaahay ha ii soo aruuri haddaan calaf u leeyahay oo suguna calaf u leeyahay inuu ilmihiisa dhex yimaado oo hooyadiis iyo ilmihiisa arko oo calaf u leeyahay aadan ugu faraxsanahay igaarkayga wallahi aniga wiilkaygow ila egyahay wiilkaygow ila egyahay dad isoo egna waa jiraahe waa hubaaho isugu waaye dhihina ma karo 15 sano iga maqnaay daruuf waa qabatay ilaahay kuma daraade maxaa kinina waa maqnaay qoftuna hadday xoogaa iyada walba da dhalla iska aheeda haddana daa ugu sii darsoonto waa isbedelay oo daruufa hayso macnaha sidii anigu uu iiga tagay uu aali maayo waa isbedelaa anigu waa u maleeyaa wiilkaygiyaan u qabaa waa u qabaa walaalihiis waa u maleeyaan walaalkooday u qabaan ilmihiisa walaalkooday u qabaan anigana wiilkaygiyaan u qabaa haddii ilaahay soo badbaadiyo oo dadka banaanka loo soo bixiyo ku jiro oo ii nool yahay dowladda waxaan ka codsahaa in warkiisa layla soo xariiriyo iyo walaalaha meesha joogaba wuxuu igala soo xariiri karaa lambarka furaha 5527-59. Maxamed Cabdullaahi Cali waa walaalka Cabdirashiid. Nima aad duugatay oo dhinac dhal ku dhigtay waa ka sabray laakiin nimaan duugan sida og sabri lahayd waa adag tahay. Waxaan dhahaynaa haddoo nool yahay Cabdirashiid alxamdulillaahi shukri diba nugla soo xiriira waa helaysiin. Haddoo dhintana oo dhimashadiisa soo xaqiiqsantana جنة الفردوس الله كل زكريا أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو.